السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه النافذة التي نطل عليكم فيها من بلدة ترقوميا في محافظة الخليل للحديث عن شق طريق استيطاني جديد في منطقة شعب سلمان الواقع إلى الشرق من ترقوميا بالخليل. هذا الطريق الذي سيظهر بعد قليل من خلال الكاميرا كيف سيعمل على التمهيد للاستيلاء على مئات الطرمات من أراضي المواطنين في هذه المنطقة. كما يظهر خلفنا مباشرة، نحن نقف في منطقة مطلة، يظهر خلفنا مباشرة مستوطنتين، مستوطنة تيلم وأيضا مستوطنة أدورة. هذه المستوطنات التي تظهر أمامنا تماما كما يظهر في هذه الصورة، وهي تحيط أو متواجدة هذه المستوطنات بحيث أنها تقطع أوصال المناطق الفلسطينية في محافظة الخليل. كما يظهر أيضا من خلال الصورة الطريق الاستيطانية، تظهر هذه الآليات التي تعمل على شق هذه الطريق الجديدة التي من خلال هذه الطريق سيكون هذا الأمر مقدمة وتمهيد للاستيلاء على مئات الظلمات وعشرات الظلمات التي تقع أمامنا مباشرة في هذه الصورة. وهذا الأمر يظهر جليا من خلال طبعا هذه الصورة. بكل الأحوال، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب في هذه اللحظات بالشيخ محمود غريب، وهو يعني مالك هذه الأرض. تفضل شيخنا، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. يعني بداية حدثنا بتفاصيل يعني عن المنطقة التي نحن نقف على مشارفها تماما، المساحة الجغرافية وهذه الطريق التي يتم شقها كيف ستؤثر على أراضيكم؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا الطريق سوف تبتلع مئات الظلمات وسوف تسهل عملية الدعم اللوجستي للمستوطنين بالذهاب والإياب والزراعة. البداية كانت في عام 1986 عملوا خيام، بعدين ثم تحولت إلى كرفانات ثم بيوت، واتسعت 3 مرات زي ما كما هو واضح بالصورة، اتسعت 3 مرات هذه المستوطنة، والآن هذا الاتساع الرابع. هذا الاتساع الرابع سوف ينتشر في شرق ترقومية كاملة من أقصى الجنوب الغربي من عند شعب المصري حتى شعب أبو سكور في الشمال الشرقي. هذا كل المنطقة حوالي من 300 إلى 400 ظلم مرة واحدة بدي يستولوا عليها، وبيشتغلوا بنظام وترتيب، بوزعوا في مستوطنة أدورة، بوزعوا شغل المستوطنين ضد أبناء بلدنا اللي هم الجعافرة، وعندنا هنا بيشتغلوا ضمن الجيش الإسرائيلي بوضع منطقة عسكرية مغلقة ومنعنا من وصول إليها، وأنا مبعد عن هذه المنطقة 15 يوما. يعني بعد ما كان في شق الطريق بهذا الشكل أعطوك قرار بالإبعاد عن الأرض لمدة 15 يوم؟ إحنا عرقلنا شق الطريق في البداية فأبعدونا 15 يوما. هذا الطريق تم شقه بشكل كامل الآن، ويظهر هنا الآليات وإن كانت متوقفة، الآليات موجودة والآن متوقفة بس يمكن بغرض الغداء أو الشيء، لكنها هي تعمل وتقريبا أنجزت شق الطريق كاملة. طب هذه البركسات المتواجدة أيضا أنا أشاهد الإعلام الإسرائيلي مرفوع عليها، هذه أيضا يبدو أنها مزارع أغنام وما إلى ذلك تتبع للمستوطنين؟ هذا المزارع تم إنشائها خلال السنوات الثلاث الماضية، يعني في 2019 تقريبا، وفي مزارع انشات في عام 1986 مزارع دجاج. نعم. طيب بشق هذه الطريق، يعني ما هو التخوف الحقيقي؟ يعني غير موضوع التمهيد والاستيلاء على الاراضي، الاستيلاء على الاراضي هذا هدف واضح من شق هذه الطريق، لكن لا تعتقد ان ثمه اهداف خفيه اخرى وراء شق طريق استيطانيه يعني جاءت في وسط اراضي المواطنين في مناطق ملاصقه تماما لمستوطنات قائمه منذ سنوات؟ الهدف الاستراتيجي عند اليهود غير مخفي على الناس في ترقوميا، اللي هو ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض من أدورة لتيلم حتى معسكر
في أقصى الشمال كلها تربطها مع بعض تصبح وحدة واحدة وتفصل شرق البلد عن غربها اللي هي منطقة الطيبة. لكن هذا في الاتفاقيات مع السلطة الوطنية الأصل في عام 1998 أو 2000 يتم إزالة هذه المستوطنات. لكن اليهود استمروا وتوسعوا وأصبحوا يعربدوا بقوة الجيش وقوة السلاح. على الصعيد القانوني قلت أنكم عرقلتم عمل هذه الآليات، إزاء ذلك وبعدتم عن أرضكم 15 يوما. على الصعيد القانوني هل أنتم بصدد البدء بخطوات من شأنها على الأقل إيقاف هذه الآليات وإيقاف عملها بشق هذه الطريق؟ احنا عملنا كل الأوراق اللازمة اللي هي إخراج القيد الإسرائيلي والمساحة والمخططات، وقبل يومين أو ثلاثة نزلوا إخلاء للمنطقة، والآن أنا جاي من عند هيئة الإجدار والاستيطان نرفع قضية لرد عملية الإخلاء بالنسبة لسامي غريب ولركاض غريب. هذول أرض مزروعة وهم بده يمنعوا الناس تيجي على أرضها، يعني في داخل هذه المستوطنات أي أرض مزروعة أو مستصلحة بحاولوا يعطوا صاحبها إخلاء للمنطقة حتى تفرغوا من أرض من أصحابها. نعم، هل تعتقد أن المؤسسات المعنية كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان كل المؤسسات والجمعيات الفاعلة بهذا المجال تؤدي دورها المطلوب؟ أنت الآن يعني صاحب قضية، هل تتعامل معك هذه المؤسسات بالشكل المطلوب في اعتقادكم؟ كل اللي قدموه كانوا ناس يعني مميزين بالنسبة لي، كل اللي تعاملت معهم من عند المحكمة الشرعية حتى الأمور المالية والضابطة تبعت الأمور المالية وهيئة الاستيطان بتعاملوا بدهم. أهم حاجة صاحب الأرض يكون إيجابي، أما هم يتعاطوا بكل أريحية بدون عراقيل وبدون أي بالعكس هم بساعدوا بنصحونا شو المطلوب. بعد انتهاء 15 يوم من المهلة أو القرار الذي أبعدت فيه عن أرضك، هل ستعود لهذه الأرض؟ بلا تردد، أنا يعني الآن أنا مشتاق أنزل إليها لأن هذا أرض آبائي وأجدادي ونحن ثابتون كثبات هذه الجبال. حتى وإن كان هناك شق لهذا الطريق، تغيير للجغرافيا في المنطقة في محاولة للتأثير على الديموغرافيا، كل ذلك لن يحول دون أن تبقوا في أرضكم؟ لن نتردد قيد أنملة أن نبقى في أرضنا ونزرعها ونستخدم هذا الشارع اللي شقوه لصالحنا وليس العكس. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود غريب أبو الحارث، طبعا ضيفنا الذي تحدث بتفاصيل أكثر حول الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها هذه المنطقة، حيث سلط الضوء أكثر على المحاولات الرامية للاستيلاء على أراضي المواطنين هنا من خلال شق طريق استيطانية ظهرت لكم مليا في الصورة، وكيف بالفعل الآليات العسكرية آليات الشق والجرافات وإن كانت متوقفة لكنها موجودة في المكان وظهر ذلك من خلال هذه الصورة. على أمل إن شاء الله نجدد معكم اللقاء في نوافذ أخرى نسلط فيها الضوء أكثر على معاناة الناس والمواطنين. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية وحفظ المولى، دمتم بخير، إلى اللقاء.